الله يفرح البركة. على دلعانا وعلى دلعانا بارك يا ربي شجر الزيتونة. مرحبا للجميع، نحن موجودين بالمنطقة الشرقية من منطقة نابلس، وصلنا لهون اليوم بهدف مرافقة المزارعين الموجودين بالمنطقة بمناسبة افتتاح موسم قطف الزيتون المبارك. تفضلوا معنا. هذه الأراضي أراضي الآباء والأجداد، ورثناها عنهم ماشي، واللي عندي فيها أشجار الزيتون حتى نستخرج الزيت، وهو الزيت عماد البيت، في البيت بكون، وهو موسم يكون طيب عنا ونهتم فيه كل فلاح الفلسطيني. كيف الزيتون كويسة؟ منيح الحمد لله. الحمد لله تمام التمام. الله يطرح البركة. القعدة في الزيتون أحسن ما حسن ما تقعد في مطعم. أحلى من المطاعم. أشرب لك كوباية شاي، بيجي شاي ذاتي، وحط رصيع برا في الزيتون أحسن من كيلو لحمة. واللي صح هذا الحكي. إذا كان قبل سنة موسم قوي لازم يكون الموسم هاي ضعيف. موسم قوي موسم ضعيف. إنك تعتني في الشجرة. إنك لازم تيجي عليها، تطل عليها، على كلية تطل عليها في نفسك. بنفس صاحبها بصير. الشجرة بتنطيق بغض النظر شو الموسم. نكهة خير. نكهة خير. نكهة حلوة. نكهة حلوة، يعني لو جبت حب ترصي أو زر بندورة بشوف أجسر اللحمة. الإدارة المدنية بشكل عام وارتباط نابلس بشكل خاص نقوم بمجهود كبير على مدار السنة من أجل فتح المجال أمام جميع المواطنين بالوصول إلى المنطقة والقيام بعملية قطف الزيتون. بهذه المناسبة أود أن أتقدم بتهنئة كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يكون موسم مبارك.